السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سعيد علي سلطان الساعدي، والحين طول عمركم بتواجد في الهند. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصحة، ونشكر الدكتور ريلة والطاقم الصحي ماله. سوينا عملية والحمد لله عندهم، والحمد لله بخير وسهالة، عملية كبد وشلوا الكبد وحطوا لنا كبد جديد، وبيكملكم ولدي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم علي سعيد الساعدي. نشكر الله قبل كل شيء، الحمد لله تواجدنا مستشفى محمد ريلة من أول ما دخلنا المستشفى لين اليوم، عناية 100%، يعني قبل الزراعة وبعد الزراعة، والحمد لله حالة الوالد قبل يوم داخل كان يعني في وضع تعبان، ما توقعنا يعني أن النتائج تطلع بهالشيء، وهذا فضل من الله ومن الطاقم الطبي اللي تحت محمد ريلة، والحمد لله العملية كانت بسيطة من ناحية الزراعة ومن المتبرع، ما في أي أعراض يعني واجهتنا غير الأعراض اللي موافقين عليها كنا قبل، وهذا كله. لا ما فيها حيلة صراحة، العملية ما تحس بشيء، مية ودولة الإمارات الحمد لله وسفارتها ما قصروا، شاهد الله ما قصروا، من رعاية من متابع اهتمام، من متابع أول بأول، دكاترة في الإمارات يتواصلون، تقارير يسحبونها أول بأول، يعني أول زارع من دولة الإمارات في مستشفى محمد ريلة، والحمد لله أنها نجحت 100%، وهذا كله فضل من الله. وإن شاء الله باكر رايحين، حياكم الله إن شاء الله.